الصحف اليوم هناك يعني نقل عن مصادر الوزير جبران باسيل أن حزب الله يرفض قائد الجيش. قد صحيحة؟ حزب الله يرفض قائد الجيش، أنا هيك معلوماتي. بشكل حاسم عندما يرفض يرفض، شو بشكل حاسم؟ يعني قال يرفض بوضوح، قال بوضوح بشكل حاسم كلمة يرفض حاسم. يعني شكل حاسم. إذن ويمكن يعني العمل على تسوية هذا الأمر، اسم مشترك. مش بالضرورة الرفض يكون نهائي، يعني في يصير في إجماع دولي وتسويق مع حزب الله ويكون في وضمانات معينة يعطيها وضمانات معينة الجيش. ما في شيء نهائي لأنه ما في طرح واتفاق دولي على اسمه، يعني من بين ما تم الاتفاق على اسم العماد ميشيل عون في آب 2016 وحتى انتخاب الرئيس عون ب 31 تشرين 2016 أخذت شغلة 6 شهور لقنعوا كل الأطراف، وكان الاتفاق الدولي أو القبول الدولي مش اتفاق دولي خلص، أخذت 6 شهور للتسوية الداخلية، يعني الأمور مش هالقد سهلة. إلى أي درجة نحن بلد مقصوم؟ هيدا صار واضح لدرجة أنه سمير جعجع يطرح تغيير التركيبة اللبنانية. كل المسيحيين وقت جبران باسيل بيقلك بنا الفيدرالية أو بنا لا مركزية الإدارية، عملوا البتكونية، خذوا الرئيس البتكونية واعطونا لا مركزية الإدارية، هو شكل من أشكال شو الذهاب نحو التقسيم، التقوقع بس. المناطق مش لا تقسيم، الفيدرالية لا تعني التقسيم، الفيدرالية لا تعني اللا مركزية لا تعني التقسيم، ولكن الفيدرالية تلقائيا تعني التقسيم. لا، أمريكا موحدة، الولايات المتحدة أمريكا وين ونحن النقطة، الإمارات العربية موحدة كمان، الإمارات كبيرة فيدرالي. جدا إيه، سويسرا موحدة، أنت بتعرفي أنه وين رايحة، أنت على سويسرا، أنت رايحة على سويسرا، أنت بتجي على لبنان دولة واحدة. بس بدنا نصير بين الشياح وعن رماني ناخد تصريح، يعني لا ما بتاخد تصريح، أنت لتفوتي من واشنطن على تروحي على الاي أو تروحي على ولايتين، لا تروحي من أونتاريو على بس هاي عم نحكي بدول كبيرة يعني كبيرة بالمساحة. هلأ وأسا نظام الفيدرالي، هذا نظام الطرح فيدرالي. بالنسبة إلى الأفرقاء المسيحيين المختلفين والمتناقضين مطروح فعلا على الطاولة ولا هو تهديد في العلن؟ أكن كل حدا بوجه مطروح فعلا وبشكل جدي، وهو طرح يمكن يعطي حلول. نحن اليوم عندنا مشكلة بالكهرباء، يا حي زحلة بتنتج كهرباء وبتبيع وما عندها هدر بالطاقة، ليه؟ لأنه الشعب الساكن هونيك في سلطة عليه، يا بتاخد كهرباء يا بتنقطع الكهرباء، دفع حق الكهرباء حتى ما تنقطع. هون شوفي كيف مطرح ما السلطة المركزية خليها تكون لا مركزية إدارية بالإدارة بالخدمات، لا مركزية خدماتية، بتسهلي على السلطة المركزية. اليوم شركة الكهرباء هي بتملك شيء هائل، بكفي إذا بتملك الكابلات الممدودة بيعوا حطوا مصريات أو روحوا على الخصخصة للكيانات المركزية، أصموا البلد وخلقه، يعني كأنك عم تقول الكيانات اللامركزية لا ما تقسموا البلد، خصخصوا للبلد على الأقل. عملوا مجلس أعلى الخصخصة، شو طلع منه على 16 سنة؟